هل بالفعل يصمد هذا الاتفاق وهذا المسار الليبي نحو لنقل التخلي نهائيا عن السيناريو المواجهة العسكرية والحل العسكري الآن مع بدء أو توقيع الاتفاق على وقف الأعمال العسكرية؟ أولا مساء الخير والتحية لكل المشاهدين. أعتقد أنه هذا الاتفاق هو اتفاق مهم واتفاق جاء في الوقت المناسب، لأنه بعد سنة أقل أو أكثر بقليل على الحرب الطاحنة التي دارت في المنطقة الغربية بليبيا وحول العاصمة طرابلس، والذي شنها المشير خليفة حفتر والقوى الداعمة له ضد قوات حكومة الوفاق الوطني بطرابلس، حكومة السيد فايز السراج. بعد هذه الحرب التي كانت أثر كبير جدا على المستوى الإنساني والاجتماعي والاقتصادي، وحصلت كثير من الأرواح ومن الجرحى، أعتقد هذا الاتفاق هو اتفاق مهم جدا، لأنه يعطي فرصة أولا للحوار السياسي أن يأخذ مجراه، وأيضا للحياة الإنسانية والاجتماعية أن تعود تدريجيا. هل يصمد هذا الاتفاق أو لا؟ هنا مروة الفرس. يعني الحقيقة هذه الحرب التي تدور رحاها في ليبيا ما بين الأطراف الليبية، وراها بالتأكيد الطرف الدولية ودول تدعم هذا الطرف وذاك. هنا السؤال، هل هذه الدول هي جادة فعلا في أن تكون وراء وقف إطلاق النار النهائي، أم هي مجرد تكتيكات عسكرية وسياسية ومناورات في انتظار ما يحدث خلال الأسابيع والأشهر القليلة القادمة؟ هنا السؤال. لكن أعتقد أنه الليبيون خاصة الشعب الليبي هو جاد وحريص على أن تقف هذه الحرب ويقع وقف إطلاق النار النهائي، لأنه بصفة عامة الشعب الليبي سواء كان مؤيدا لحفتر أو مؤيدا للسراج قد سئم وتعب من هذه الحرب.